إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الروبورتاج الفريد من نوعه، والذي لأول مرة الجريدة تدخل في هذا المجال قصة يعتقد أنها واقعية. ولنقف عن حيثيتها معنا السيد الرقي أحمد، السيد الرقي أحمد الذي جاءنا من مدينة بيوجن تفرج عملات تونس. إذن مرحبا بأهل مدينة تاونات والنواحي. هذه القصة ليست بغريبة، قصة ربما تحكي تاريخ عريق. إذن نطرحها لأول مرة على قناة أخبار الثقافة العالمية، منبر من لا منبر له، منبر كل الأفواه الصامتة. إذن مع الإعلام المستقل، هذه ربما سوف تكون قضية الساعة لاكتشاف خبايا مجتمع. إذن لنعود إلى الماضي لقرون عديدة ونكتشف أشياء سوف ندقق فيها مع حامل هذا الخبر، والذي وضع جريدة في رحاب الجامعة وقناتها أخبار الثقافة العالمية موضع ثقة لنقل المعلومة إلى الجهات المتدخلة والمسؤولة، حتى يمكننا كإعلاميين وكصحفيين الانتقال إلى عين المكان لاكتشاف الخبايا والأسرار مع هذه القضية. إذن بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام مع مفاجأة هذا الموسم، ونحن الآن على أهبة العطلة، لكن الإعلام لا عطلة له. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. إذن نعود إليكم مشاهدنا الكرام ونطرح السؤال على السيد أحمد الرقي، هذا الاسم التاريخي الذي له ما له وعليه ما عليه، ونشكره على تلبية الدعوة وحضور إلى مقرنا وإلى هذا الفضاء المتواضع للتسجيل معه. إذن السيد الرقي أحمد، أولا كنرحب بك، بارك الله، والإعلام ديالنا كيحييك، شكرا على أنك جبتي واحد الشهادة ربما تكون تاريخية، واحد الحدث اللي هو تاريخي، مازال ما عرفناش، مازال ما مشينا، لأن هذه القضية كتستوجب اتخاذ العديد من القرارات كإعلاميين باش نوقفوا عليها، بما فيه الجهات المسؤولة، بما فيه يعني الناس ديال المآثير التاريخية، التراث إلى آخره، والسلطة لمعاينة هذه القضية. إذن سوف نترك لك الحرية للحديث، وبعد كذلك نطرح تساؤلاتنا والتي من المفروض أن يطرحها كذلك المشاهد الكرام لاكتشاف هذا الخبر الذي يداع لأول مرة على قناة أخبار ثقافة العالمية. مرة أخرى أحييك ولكم الكلمة. مرحبا. إذن الاسم ديالي أنا؟ نعم، الرقي أحمد. إذن كنعرفوا على أساس أنه السن ديالك ربما يتجاوز الستينات سبعينات أعتقد. لا لا لا، سبعينات والستينات، أنا خدمت كورفي مع فرنسا في حزب الاستقلال، تحبست عليه 15 يوم حزب الاستقلال بالليل الجرماني. نعم، حزب القضية في الأول في الفيدا. إذن إلا جينا نقولوا زعما شحال عندك من سنة تقريبا؟ يعني أنا كورفي خدمت مع فرنسا 4 سنين، خلصتها خدمتها كورفي 3 أيام في السيمانة، لأن داك التاريخ كيقولوا الكورفي، لأن كانت في المغرب معروفة هذه القضية أنه الشعب المغربي كان كيخدم في الكورفي. نحن عندنا في ذاك الجهة لقيتنا فرنسا، حنا دايرين معها داروا معها الوالدين ديالنا واحد الحرب في عين عائشة 7 سنين، عاد دخلوا تما، عاد دخلوا عندنا. إذن كانت الأمرين، يعني عانت الأمرين الاستعمار كذلك. عبد الكريم الخطابي هو اللي كان شدنا عنده حنا مرنيسا، كان كيجاهد ضد الاستعمار، ضد الاستعمار، ما يستعمرش البلاد. إذن هو إذن على كل حال، إذن هذه قضية يمكن نخصوا لها واحد الفقرة أخرى وعدد آخر. إنما القضية اللي جبتي لنا هي القضية ديال القضية دابا كنعطيك أنا ديال التاريخ، شحال عشت ومع من عشت. إي تقريبا شحال عطينا تقريبا باش نعرفوا حتى المشاهدين الكرام يعرفوا الشخصية اللي هي. مع فرنسا خدم ذاك البون وذاك الجوع وذاك الشيء كله عشت فيه. يعني عام الجوع كما كيقولوا. عام الجوع. نعم الجوع. فاش تبعنا ولا عام الروز ولا كانت بزاف الاسماء. اش من الروز؟ نعم. كينيدي تعاونوا هو وفرنسا كيصفطوا لنا النخاله كناكلوها. ما شاء الله. ديال كينيدي كانت مطحونه شويه. اللي كتعطينا فرنسا غليظه. كنا كنديوها طرابندون طلعوها لاسبانيا نبيعوها لجنيه عربي للحدود.
واه 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 يعني هذا تاريخ. هذا تاريخ. نعم. والكرفية أنا كنقول لك حزب الاستقلال تحبست عليه من يتهز الملك أنا شدوني بالجلد طلع به لبني بونصار كنا كندفعوا أصحاب حزب الاستقلال لواحد القايد كان تما كيقولوا له سيدي يعني بلا ما نذكروا الأسماء يعني كانت قايد يعني هو مع إسبانيا قايد ولكن إحنا كنا كنطلعوا من عندنا من الداخلية ونطلعوا ندفعوا له ذاك الجلد وذاك الفلوس عامين ما عيدناش. كان دخلنا الحبس ومشاو ذاك حزب الشورى قالوا له بلا ما عيطش الناس ما كان عيطش جذبت على الملك. بقاو لغطونا كاينين الشيخ والقايد محمد هو اللي كان من حزب الاستقلال هو شي قايد القويات ديال العمالة تازة كنا ديك الساعة العمالة تازة. الدائرة كانت عندنا تاينست. الدائرة ديالنا حنا تاينست كانت تقريبا من سنة هاد يعني كنقول لك بعد انفاذ الملك هذا الشيء اللي كان عاود لك التاريخ. نعم واخا عندنا الفرع معروف التاريخ وعشنا واحد تكرفيس وشدوني بالجلد طلع به لهذاك السيد كنا كندفعوا له نبيعوا في تغزوط كانوا كيخدموا ذاك السباط وديك السماطير وذاك الشيء وذاك الزعابل وندفعوا الفلوس الوتي ديال حامد لبني سداد يعني كان واحد والي والله وكيدفعوا ذاك الشيء خرج على الدار البيضاء كيشريو تما السناح وحتى هذاك الكينه ديال السن كيعطيها لاسبانيا يعني اسبانيا كيعاونونا اسبانيا فين كيعاون الداخليه بالسناح وبالقولناد وبالاخر وبكل شيء. واخا هذا هو التاريخ يعني هذا تاريخ يعني باش نعرفوا احنا بغينا نعرفوا تقريبا فوق زدتي تقريبا قلتي في شوف واش العهد منين ولا الملك عندي شي 23 عام 24 عام باش ولا الملك باش ولا الملك على حق كل في خدمت 4 سنين و4 سنين خلصتها 1000 فرنك في العام في العام كتكني 1000 فرنك اللي صار كتسوى كتسوى الدريه كنا كنخلصوا عليها 5 دريال البقره 10 دريال الشجره 3 دريال وماشي الزيتون 2 دريال ذاك الشيء بالمراقبين بالاخر وليني شكل عطينا فرنسا البوم. إذن باش نكونوا مختصرين جدا يعني غتحكي لنا على الدوار ديالك لمن كينتمي اسمنا قياده اسمنا هذا. نعم الدوار ديالي حنا المشيخه دوار اولاد فتح. نعم اولاد فتح الزيتونه هكا المشيخه تفرط الجماعه والقياده ابني وجن مولى عبد الرحمن. نعم عندنا تما بالقياده بالجماعه بني وجن تفرط. نعم اذا القضيه اللي جبتي لنا القضيه اللي كنحكي لك انا يعني حنا واحد البلاد منسيه كاع منسيه ما عمر الصحفيين دازوا ما عمر شي الاخر داز شي الاخر عندنا شي القبور تما يعني ما عندهم تاريخ لحقت انا عمامي وابن عمي عندهم 120 عاشوا وكنقول لهم كيفاش هاد القبور ديما كيحرطوا واحد الجهه كيحرطوها هم عندهم 120 كيحرطوا القبور وقلت لهم كيفاش القبور عايد بحرام الحرصين قال لك حنا لقينا الجدود ديالنا كيحرطوها وحده خلاص وحده بواحد الشهيده موقره ما كان اصور منها لا شطب ولا والو بكري وما دابا لا حول ولا قوه الا بالله فهمت هذوك القبور اللي كيتحرطوا واحد الوقت كنخدم انا البلاد جات قريبه هكا لديك القبور وانا نلقى على البلاصه وليت ضربت فيها كنلقى راس ديال بنادم بان ليا. نعم ركبت عليها هكا كنلقاه كتابه هنا بالسماء بحال بالسماء هنا بالي ديالو. نعم ما كاين مشكل بنيته الصريمه وخطبيته مشيت بحالتي دوزنا واحد العامين ولا ثلاث سنين هذيك الشهدة الطريق كتهول فيها واحد الصباح هو دينا انا واحد الدري كنلقاو الابهار معري السطاحة مزولة عنو وردوها او قلت انا لها الدكسي او بألم الابهار حفرو مشينا كنهزوه كنلقاو راس راس ديال بنادم فيه يعني ماشي بحال هذيك اللي كتحرك لا هذاك الراس اللي ماشي راس عادي يعني شي راس كبير راس الله اعلم هذاك من اهل الله ماشي يعني من اخر ربما عنده هذه البلاصه هذه ماشي كتابه
عنده هكو وهي كتابة عندك الكتابة بحل العرق بحل العرق مشي سماغ مشي مداد مشي لا والفيقولة ديالو وهي لخمسة عشر يوم جاء أنا ما كنتش نخرج جاء كنت أنا كلهم فكروا وشكت اللحم ديالي هادو بلاصة عنده هكو بنجومة الدرسة الدرسة كتار كتار من هاد الشيء كتار من هاد الشيء بالغرب دروس مثلا هنا في الغوان ديالهم سطرين والتاريخ شكون هما ما نعرف عرفنا منين ولا شكون ولا ما كاينش حنا البلاد فاش كاينين دابا ساكنين ما عندناش البلاد هادو ما عارفينش ما عرفتش شكون هما ولا ما عارفينش عندنا البلاد مقسومة على عشرة هذوك ما كاين لا بلاد ديالهم ولا الاسم ديالهم ما معروفينش يعني جيتو هما كانوا سابقين تما هذوك كنقول لك حتى هذوك كورونا اللي كاينين جاو دابا سكنوا تما ما لحقوهمش وما عرفوهمش ما عرفوهمش وما عرفوهمش شكون كاين اللي تركيو كاين العاقله اللي تركيت ملي جاو من موراهم وليني باش خلى حد شي تاريخ هذوك فلان واش برطئيس واش شلوح واش عرف واش منين الله أعلم ما عرفتش تقريبا شحال يكون من ثلاثة القرون اللي هي هذه احنا انا كنقول لك الحات عمي عنده 120 سنة ولقيناهم كيحرطوا كنصصهم من هذيك كيقول لك ما قالوك ما عرفوش ما عرفوش شنو عرفوا عرفوا لقاو السيد شهدة فيها السيد سيد هنا سيد هنا كاش عليه بأول ما كاش عليه الأجداد ديالنا بقاو كيشعلو ذاك الروذات في الغابة كيديو الزيت نطحنو ونهبطو الزيت نكبو في عيب الآخر ديال الطين ونخليهم تما كل واحد كل ليلة اللي بغا يدير العمل يمشي يشعلو ولكن شكون كيشعل سميت هادشي اللي كيشعل ما عارف واخا إذن قلتي لنا على أساس أن فاش شتي ذاك المقبرة يعني ربما كتلقى داك داك اللي مدفون تما فوت من 3 متر ديال الطول لا غير ولا كور على جنبو من على برا من الشهدة كاين الزيتون كبير مشينا كنا كنخدمو وكان داو السطح كنحيدوهم ما لقينا الاصبع ديال بنادم هكا يعني الرجل ديالو فايتا فايتا نص متر هذا غير رجل غير رجل ما عندوش كربوها ما عندوش ركبة هكا ما عنده ركبة ما عنده أصبع ما عنده كربوها السفلية ما عنده ركبة الفوق من دوجة داك الشيء هذا غير هادي داك الشيء عظيم ما عرفناش ديك الناس حنا كيفاش هما كيفاش كانوا منين جاوا ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله وكاينين دابا هذوما اللي كنقول لك كاينين ديور بالقبور ديالهم ما عندهمش التاريخ هذيك الشهدة كيقولوا لها سيدي موسى الشهدة القبور ديال الدروة المقابر كنقولوا لها الجهة ديال المرض وحدة في الحنطة في القعد واحد الصب ما عارفينش حنا كيقولوا لها كف الأريا الأريا كنسمعوا بها ومشينا كنخدم حط غاديين بها بيستا وكنلقاو القبور تحت الارض ومبنيين غير بالحجار بلاد ما شفتها كيحفروا ويطلعوا السور من هنا والسور من هنا والقبر في الوسط يعني حيت كتلقاو دوك القبور ما كتلقاوش يعني بحال قبور جماعيه ولا كتلقاو قبر كل واحد القبر ديالو ولا كيكون مجموعين لا كل واحد بالقبر ديالو القبر ديالو كل واحد بالقبر ديالو حتى الحيوان كيدفنوه بوحدو الحيوان لقينا العظمان ديالو ما قدرتش تفرزو داك الحيوان شنو هو شنو هو شكون خليه لا سيبو كلشي تلا كلشي تير كلشي ايه دابا حنا كنشوفو واحد الدوار كان في واحد الجبل عالي منين دخلت فرنسا دارت فيه البنديرة هذاك ما نعم ما جبناش عليه كاع دابا كيطلعوا له الناس كي يحفروا ذاك الدنيا ويحفروها كان مشي في البلاد كيجبروها البلاد كاملة محفورة هذه حفرة هذه حفرة هذه حفرة نجبروا الحوايج الطين سيب لقاو غير الأرض مرفوض منا شي حاجة خاوية وما عرفناش ديال من وشكون وما عرفتش حتى داك الشيء اللي كان معاهم وكيهزوه الناس مثلا كيقولوا
شويه كيخرج. هادو هي الناس كيهضروا وصافي، ما كاينش شي حاجه حقيقه ربما. لا حقيقه كيجيو شويه كيديروا داك الدنيات ديالهم كيديروا داك الشيء. حيت كنقولوا حقيقه يعني رحنا شفنا وكتبنا. لا شفنا غير الارض المحفوره يعني ما كاينش الاعقيل. شكون اللي يخلط عليه انت؟ لا. وكيمشوا بالليل ولا بالنهار؟ الليل بلاد القريبة كيمشي ولا في الليل. وبحال داك الجبل دابا اللي كنقول لك بالنهار بعيد. صافي مشاو الناس ما كيعرفوا لا السلطة شكون اللي مشى تما، السلطة ما فراسهاش هذا الشيء ما عرفاش. فراسهاش هذا الشيء ولا تجي تدخل هذا الشيء مع السلطة تقول لها هذه هذه، وشكون قالها لك؟ فهمت؟ دابا إذا جيت تقول بحكى على واحد البلاصة ومشى ديك الأربعة، ما هي وما نولها؟ شكون قال لك أنت حفروا هنا؟ ها؟ تقول له هذاك أنا لي، أجي أنت، شكون قالها لك أنت؟ شفت؟ لما قال لك ان الحاجه ماشي مشكل. اذا دابا حنا كنسجلوا معك، ولكن اكيد الجهات المسؤوله غادي تشوف وتسمع ودير تحريات وتقدر تعيط لكم وتقول لها البلاصه فين كاين وهذا الشيء. تعطوها بكل لا داك الشيء انت غير شتي وداك الشيء اللي شتي باغي تقول يعني اللي لحقنا من الوالدين نقولوه واللي شفنا نقولوه ما كاين حتى شي مشكل معنا. بغينا نزيدو نضبطو مزيان في هاد القضية ديال هاد اللي قلتي لي داك الإنسان اللي كبير والعظم ديالو كبير وتقريبا القبر كان فيه ناعس مثلا وفيه أكثر من 3 متر ديال الطول. هاكا هذاك البور ذاك الهرم ذاك الطول اللي عندهم وذاك الشيء ماشي بحال دابا. يعني وهذيك داك الشيء هذا قلت لك ماشي بحال هذيك البلاصة ذاك القبر اللي كيحطو هذيك بنادم فيها غيسه هافد بنادم اللي في واحد القبر صير تقريبا بحال هذا، ولكن التاريخ ما عندوش ديال ما عندوش ما عرفنا. والمقبره الاخرى فيها فيها ناس طوال. هذيك الجهه اللي كنقولوا لها سيدي موسى الله اعلم الله لا يعني صعيبه بزاف صعيبه يعني بحال دابا اللي مشى لها ويقرب لها كيوقع له شي حاجه مثلا ولا شي. انا عمي كيعاود لي مشى خوه يقطع منا شي عود يدير منه المعلقه. وفي الليل جا شي حد عنده قال له والله هذاك المعلقه وصوتها الا جبت لك يدك. والصباح سيبه ومشى. شفت ما كناش كنأذروا هذه شحال نحيدوها منا. ما تقدرش. الناس جهل لك كيقول لك كاين شي صالحين كاين شي اولياء كاين شي شوفوا اسكت. هاي كنشوفوا ونسكتوا ونقولوا يعني حتى واحد ما قدر يقول لا شنو كاين تما بقاو ساكتين قرون جدودكم وداك الشيء. حتى جا السيح من الدروقي وغادي يفصح على هاد السر هذا. الناس واعيين ما بقاوش الناس كبار اللي كيكبر ودار شويه شدينا استقلال دار الناس كضحى بحال الغاب. هاد البلاد خلع هاد البلاد تخريبها خاويها. المخزن كاع ما داهاش فينا الطريق وخدمناها بروسنا كاع عام والطريق كتخدم عندنا كامل. اذا اللي بغى يمشي مثلا الناس الا بغى يمشيو لهاد البلاصه اللي عاليه مثلا كديه وفيها هاد المقبره اللي هي كترجع القرون يعني كنوصلوا للدوار ديالكم ونمشيو واحد الكيلومتر لا ونصف. لا لا هذا المقابر جوج اللي كنقول لك دابا طلعه كل وصل وحده وحده كان ميلو منها واحد 400 متر بعيد من ماشي بزاف ماشي بزاف ماشي بزاف الاخرى بال تعود يعني ذاك نص كيلومتر هكاك هذوما جاوا ثلاثة ماشيين شي لشي سيرسي ولكن من الدوار ديالكم ليهم شحال من كيلومتر؟ ما كاينش الكيلومتر حنا ها الدوار ها هما كان حدا كندوزوهم هما حنا في الطريق وعنطلعوا الدوار هكاك صافي صافي طلع الدوار عند الدوار اللي كنطلع ديك المقابر اللي كنقول لك ديال الشيلة دونك الطريق كدوز عليهم دوز عليهم نطلعوا غير داك الصف اللي عالي داك الجبل اللي عالي اللي فيه هاد المسألة اللي قلتي اللي فيه داك الديور اللي كانوا وفيه داك الأثرات ولين يحفروا كل شيء في الدنيا حفروها كاع ما عرفناش علاش كيحفروا دابا؟ ابن ولعاد جاو ليهم مشاو بالحفير واحد 30 متر ولا هادو اللي يحفروا شكون هما تقريبا؟ شكون هما شكون عرف؟ يعني غير جاو حفروها هكاك كيهزوا شي حاجه عندهم شي حاجه شي ماكينه كيشوفوا بها عندهم شي تاريخ يعني كيقولوا حنا تما هي ديك الارض اولها سواساس كان ساكن فيها الشلوح وليني ما قالوا لناش هذو مقبره الشلوح او لا إذن علم الجيولوجيا والتراث والمآسس هو اللي يكشف اللي يكشف يعني يعني التاريخ وشكون الناس اللي عايشين فيها دابا ذاك الناس اللي عاشوا هذوما اللي كنقول لك مدفونين
ما عندناش بلادهم نقولوا هذوم ايتش فلان ولا ما كاينش حتى تكون مقبره كيكونوا معروف شكون مدفون فيها. احنا سكننا في ديك البلاد سكنوا جوج يحيى صالح اها هذيك خلى خمسه هذاك خمسه ديك الارض كان اسمها العشره كلها صافي خمسه خمسه عصر. هذوك اللي متونين ما عندهمش فين كانوا فين كانوا ما نعرف سابقين يعني جاوا من موراهم ورشوهم استعمروا البلاد مور الشلوح ومور داكشي صافي استعمروا داكشي. حنا دابا كنتحسبوا صنهاجه انتما صنهاجه حنا كنتحسبوا على صنهاجه يا فهمت كاين صنهاجه وكاين غماره. حنا دابا عندنا تقريبا في المغرب غماره صنهاجه هذا هو التوزيع ديالهم صنهاجه غماره. حنا دابا اللي لحقنا هو هذا وكان شوف انا من اللي خلاص كاع ما شفت شي واحد شي صحافي جا لبلادنا ما شفت شي مراقبه هكا جا تشوف الارض شنو خصها ولا شنو كيجيو اجيو نسجلوا البلاد اجيو تسجلوا نعطيوكم حتى حاجه ما كاينه. اذا لان الصحفي احيانا هو كيقدر يكتشف وكيمكن الناس ديال ذاك الاهل يتصلوا بالصحافه كما اتصلتي الان لانه الصحفي ما يمكنناش نعرفوا كل شيء. حنا تما الناس عندنا حنا حيلا غالطين حيلا جاهلين ما جايلينش ما عارفينش ما يشوفوش الناس شنو كاين. انت دابا كانت عندك الشجاعه انك اتصلتي بالاعلام باش على الاقل يشوفوا ينوروا باش يعرفوا شنو كاين في ديك المقبرات واش كيهز الناس من ديك المقبره وشنو كاين لان هذا تاريخ وموروث ديال المغرب. كيفاش ديك الناس اللي كتما ما كان عندهم طريق ما كان عندهم مواصلات وفين كانوا كيديروا رزقهم وفين كيخزنوا وفين كانوا عندهم شي حاجه تحت الارض اما مع ما نعرف حيت هادو قلتي مثلا ثلاثه ديال القرون يعني حيت كنقولوا ثلاثه ديال القرون راه هما الاولين كانوا تما ويلا جينا ونقولوا انتم منين جيتوا ويلا جينا نحقوا ونشوفوا الدليل والتاريخ ديالهم نهزوا الاثارات ديالهم ونشوفوا يمكن نلقاها مكثر كاع يعني ديك الدوار هذاك فاش انا ماشي كامل غير دوار كيقولوا له اولاد فتح انا كنا نجلسوا مع هذيك الناس الكبار نقولوا كيفاش فتح يهودي كيقول لك هي كيقولوا اول مره دخل لها الدوار يهودي يا بكا عندنا حد الذاكره الشفويه عندنا حد البلاصه كنقولوا لها الابار ديال حرطوط وليني كيقولوا لنا هما حنا لحقنا هاد السميه التاريخ عندنا لحقنا هاد السميه كيقولوا كان هنا بقى كيتداولوها من اب عن اب عن جد هذا من هذا من هذا من هذا اما ذاك الابور معاود لنا ديالنا. إذن مشاهدنا الكرام وصل ونعود إليكم لطرح المزيد من التساؤلات ونترك للسي أحمد الرقي وقت للتنفس وكذلك استحضار الذاكرة حول يعني شنو يعني الطابع اللي ميزوا الانعكاسات الصحية اللي نعكس عليها. إذن باش نسمعوا هذا المزيد من الخبر نبقى مع هذا الفاصل القصير ونواصل ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. إذن مرة أخرى مرحبا بك سي حمد الرقي. مرحبا في ضيافة جريدة في رحاب الجامعة. مرحبا الجريدة المستقلة جريدة كل الشعب. إذن القضية اللي كنهضروا فيها الآن هو هذه المقبرة ربما تكون مقبرة جامعية ربما تكون مقبرة اللي هي عندها قرون لحد الان ما معروفاش لا في الاعلام ولا في حتى الجهات الامنيه ولكن عارفينها ابناء المنطقه ولكن ما كيعرفوش التاريخ ديالها. لا ما كاينش. اذن حيت كنتو كتصاوبوا كتبوا تصاوبوا الطريق ولا شي حاجه قلت لي كتلقاو مثلا بعض بعض الفخار بعض فوسطها ولكن حيت كتحفروا كتلقاو شي ومشى واحد الدوار شي حاجه مشى واحد الدوار قبالتنا منين طلعنا خدمنا درنا جبنا الطراج كنخدموا الطير وصلنا لديك الشيء لا مشاو على المرقايين. اييه قالوا له سيدي سيدي ولاد فاتح حنا الدور ديالنا دايزين بالطريق في المقابر. والقايد يصفط الشيخ هاوت انا جا هو قال لي واش تخدموا الطريق في المقابر؟ قلت له هاد المقابر شكون تكون فيها؟ شكون هاد الناس؟ شكون هاد الناس؟ اعطيونا الدليل ديالهم شكون قال لك انا عنده القبور؟ قال لي واحد الممثل بلدنا
قلتوا ذاك الممثل واش جدو هنا ولا جاي هنا؟ هذه بلادنا الى كعبور جدينا والى كبلاد غابة احنا بدينا بها قال لي على القبور قلت له شوف هي ذاك القبور دهزل قلت له انا لا ما كاينش هنا القبور القبور من الطريق فوق في اسف بديت نوري له ذاك الشواهد هذيك البلاصه في بلاصه الطريق شا طايحه جات التراب دهزتها القبور ما لحقوهمش من هي خدمه الطريق ما لحقتش القبور من الطريق فوق عاليه باول قبور باينين هذيك البلاصه في بلاصه الطريق عمارة بالتراب على حق الغابة دازت الطريق شو فهمت وري لي الشواهد وري لي السطاة أو السطاة رأي اللي تاعها في القبر سقوط الطريق ملحوش ديال القبر ملحوش غارقين يعني غارقين غارقين جات هكا والغابة فيها كبيرة كانت هول التراب من بعد وتجي لي لما كانت تجي لديك البلاصة اللي لتحت كانت تواطا كذا عمار كتشد الغابة كتشد التراب وطلعت الأرض. إذن إلى جنا المنطقة ديالكم كنا كنحفروا فيها ونحفروا لقاو خبايا وتاريخ اللي قديم. تاريخ قالوا كان يكونوا ذاك الحفريات شي باش كيحفروا يشوشوا ذاك الشيء نلقاو يعني كنشوف أنا ذاك الشيء اللي كنشوف أنا واش ذوك الناس ما خلاو حتى حاجة. ما خلاو ما عندهم سناذق مطمرين ما عندهم هذاك الناس اللي كيجيو كيحفروا ما عرفناهمش شنو كيديروا. ما معروفينش حتى هذاك الشيء جا دخلوا حفروا فيها ولكن ما لحقوش حفروا على ذاك الراس ديال ذاك بنادم ما نعرف لقيت ذاك السطح رقبت انا لقيت والراس منزل فيه الا هزوا شي حاجه من الهيل ما نعرف يعني بقى غير هكاك الجثه بقات هكاك الجثه الراس ديالو هكاك وهذا الفيكور فهلا نزل له العظم العظم غير العظم كي جاي واحد العظم والراس ديالو هو تقول مازال عامل باللحم تيقول لها واحد الصورة فيها عظيمة ما شفت أنا البشر كاع من عهد فرنسا لهنا ما شفتش حدا ما شفت أنا بنادم واش من ناحية الكبار ولا من ناحية من ناحية الغرفة ديال العظومة ديالو الكادر من الفيكولا ديالو الوجه ديالو كبير الفيكولا ديالو كبيرة ولاخر وهذيك الطبعة اللي عنده هنا هو فاش بقيت أنا تخلعت تخلعتي قلت أنا هذوك يمكن هذوك من اهل الله هي وهنا فاش وقع لك انت نفسيا وليتي كتبقى واش كتخيل داك الشيء كتخيل داك الشيء كيفاش يعني حيت كتنعس واش كتبقى تخيل داك الشيء ما كنحيدش بحدايا دابا انا كتحكي لي بحال كتشوف داك الشيء الان بحال نزل من دايا هكا وعلي مشكل قلت لك 15 يوم ما كناكلش الخبز واخا كناكل كنلعب عليا إذن عندنا حيت ما باقي ما عرفتيش الحقيقة هذاك هو اللي باقي الهوس في عقلك يعني وهذا هو اللي جعلك إلى من بعد جاو الناس وشافوا الحقيقة غادي عاد تطمئن القلب ديالك وغادي ترجع للأمور دابا كنقول أنا هذا شنو كان؟ واش من أهل الله؟ واش من الصحابة؟ اللي ما نعرفوهم ما لحقناهم ما لحقنا بشر بحر يعني بزاف ديال التساؤلات يمكن لك تطرحها كما غادي يطرحها المشاهد الكريم تطرح علي أنا هي اللي شوف ما لقيت شي من كنتبت كنتبت انا في فرنسا كانوا شي الناس كيقولوا لهم ولا تيدي رحال كانوا كيدوروا بحال الدواء واخا كان طوارين عاليين ومن الاخرين وبحال هذوك لا بحال هذاك الفيكورا هذاك اللي واحد واحد شفت هذاك الانسان انا اللي في ذاك القبر هذاك ذاك الفيكورا ما كايناش يا وغادي يكون باقي لحد الان يعني والله اعلم مازال يعني هاد هاد القضيه اللي شتي شحال تقريبا من سنه دازت عليها باش شتي هاد خمسة ديال سنوات خمس سنين باش شتي كيقول لي ليك الولد اللي مشينا كلنا غاديين نصطيو ولقينا سطح مهزوزه وهزيناها قلت له اليومين والله العظيم خصنا نشوفوا ذاك الراس كما زال ذاك راه عريان عنده الغار كيدخل الماء كيدخل كل شيء يغطيه خصو يتغطى يتغطى ولكن باش نمشي نركب عليه نشوفو كتخاف عاوتاني لا ما كنقدرش يعني ما عرفتش هو ما عرفتش ما عرفتش الله الله اعلم إذن يعني الطلب ديالك هو انه الجهات المسؤوله
السلطات والناس ديال المآثر التاريخيه وديال التراث انه يمشيو لعي المكان ويكون تقصي يعرفوا هذيك المقبره لمن كتعود، واش هي مقبره جماعيه واش هي مقبره وفاش كتسخر فيك اللي عجلي وشنو عندك وشنو خلات يعني خصنا نشوفوا التعلق هذا كيقولوا واش خلاو تما اللويس خلاو تما الداب و كيصبح البلا محفوره يعني كتولي حتى الاسطوره كتولي كتولي عندها كل واحد كيجي واحد الشهر ولا في راس العام ولا في الاول العام ولا في الوسط وانا كتصبح الدنيا من دوباجا حفروا في الجبل وغير في الجبل ومازال لحد الان هذه العمليه هذه كيجي العمليه مازال كدور مازال كيجي حفروا كيدور ومازال كيجي وما ما كاينش لا حاسب ولا مراقب علاش يقولوا لدوك الناس علاش كتهزوا علاش كتحفروا شكون داها شكون شافهم حتى شفنا ما كاينش مخفيين كاينش اللي يشوفهم زين طالعين ما كاينش اللي داها فيهم كاين طالع الراجل غادي شو غادي نقول له فين غادي هما انتم ما عمركم شي واحد شاف شي وحدين كيحفروا لا 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 والو ما كاينش هذوك اللي كيديو داك الشيء ما كاينش اللي شافهم واحد الليله مور العشاء جا واحد الدري صغير غير تعدى ديال هذاك معاه العشاء هكاك قال لي يا عمي يا عمي حميد قلت له نعم وقال لي يا ودي شي الناس راهم طالعين هنا في هذه البلاد ديالك لتحت عندهم الفيسان والبقر راهم طلعوا من هنا خرجنا حنا كنشوفوا يعني تنوينا نشوفوا ديك الارض هذيك دابا قلت لك ديال جدود انتم تشوفوا النت اذا كان غادي يصاب في البلاد ديالك بعدا غادي تهضر شنو غادي يديروا بذاك الفيسان طلعوا لواحد الجامع دازوا تما ما عندي خبر انا مشاو صافي يعني اذن مشاهدنا الكرام يعني كما تابعتم معنا ومن خلال التساؤلات المتنوعه حاولنا ان نلم بالموضوع اكثر حتى نعرف يعني يعني القضيه القصه هذا الواقع اللي كتشاهدوه يعني وسمعتوه عن كتب من طرف الاخ العزيز سي احمد الرقي اللي جانا من منطقه بعيده ويعني من النساء واستجبنا له الدعاء ديال الطلب ديالو على امل انه يكتشف الحقيقه وعلى الاقل وعلى الاقل يطمئن ويعرف هذوك المقبره يعني التاريخ ديالها وحتى الاشخاص اللي مدفونين فيها وحقيقه الامر وحنا كإعلام نقوم بدورنا من أجل تنوير الرأي العام وسوف تكون لنا مراسلات مباشرة مع الجهات المعنية لأجل الوقوف ويعني المزيد من المعلومات لتوضيح الرؤية ونتمنى أن نكون قد أوفينا بهذه الحلقة التي تعتبر أول حلقة لأنها كتنصب في تاريخ المغرب تاريخ الحضارة المغربية العريقة والتي تزخر بالعديد من المآثر التاريخية ونتمنى أن يكون منبرنا أول منبر يعني يتطرق لهذه المسألة ونشكر بدورنا السي أحمد الرقي الذي يعني قطع المراحل وطول يعني الطرقات ليصل إلى مدينة مكناس إلى مقر الجريدة وقد سجلنا معه هذا الحوار. إذن كنشكرك السي أحمد الرقي وكنشكرك اللي قلت لك عادي نعم شنو كان فيه غابة ولا غابة كبيرة ولا فيه الحلوف كان فيه كل شيء وكان فيه واحد الغر واحد الغر غادي هك واللي هو تجي ترقب تلقاه هو بالدروج نعم كتدخل القنية عارف الموالع كنا كنصيدو عندنا النمس نلقاو كتسد من هنا وكتصيفط النمس وهو كيخرجو كتعرض القنية ما كاينش القنية القنية ها هي دخلت يعني كنتبعوها في الثلج ها هي رعات وجات ودخلت وين منين يطلق النمس ما يجيبش القنية كيدخل ويدور بحال يعني من برا كيبانو لنا الدروج ومشاو تحت الارض الله اعلم واش دروج هوادين ولا غاديين فين غاديين الله اعلم
والنفس كيرجع النفس كيرجع ما يقدرش يجي كيلقى شي علو ولا كيلقى شي درجات عاليين ما كيقدرش ولا مسدودة الطريق ولا مسدودة البلاصة لا اي شي حاجة كيلقى بنتها مقطوعة ما مقطوعة وكيرجع وكيرجع والقنية ما كتكونش دخلت تما دخلت مشات دخلت هي مشات مشات هي بلا تاويل إذا القنية كتدوز هو ما كيدوش هو ما كيدوش واش هو أكثر من القنية؟ لا يعني البلاصة هي كطير باش يتبعها يتبعها كتبت هي يتبعها مني كنوصل شي بلاصة بحال يمكن هي الدور هو ما كيعرفش منين دارت مثلا هو ما كيشليش كيدور بحالو هي كتخرج كطير كتنقص كتنقص يعني بحال الدروج داخلين الدروج السكالي أيه السكالي يعني ماشي مذاك الكاب وهذاك ماشي كاب يعني مخدوم وليني شنو كعند متن شي تهريج الماء شي مخباء شي حاجة ما عرفي الله أعلم جاب هذاك البلاصة هذيك الدور تانا تما ديك الصدام اللي قلت كيحفروا إلى أخرو عمال داك الغار عمال بالحجار طلع طلع يعني ما حفروش فيه هذوك اللي كيحفروا يعني ديك البلاصة ما وصلوهاش ما وصلوهاش ما وصلوهاش جات من جنبا يعني وداخل شي كان هذاك الدروج شي حاجة ماشي يعني خصنا نكتشفوا هذوك الدروج شنو فيهم شنو فيهم فيهم شنو عندهم الماء عندهم خزين عندهم الله أعلم إذا إذا كان الماء القنية يمكن لها تدخل في وسط الماء والناس ما يقدرش يدخل لا 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 ها ما تدخلش ما تدخلش ما تدخلش ما تدخلش يعني إلا عندها شي بلاصة شي غار أخر شي غار أخر طلعت فيه كطير فيه طلع فيه وتخرج من جهة أخرى مثلا لا ما عندهاش ولا كتخت مقطوع مقطع صافي ما عنده الا ديك الباب هذه كتدخل منه وخصها تعاود تخرج منه تبقى تخرج حنا كنشوفو قنية ها هي دخلت ها هي خرجت فيه بالثلج بالثلج يعني كيبان باش كيكون الثلج كيخرجو كيخرج كتدخل وتخرج تما عاد كتحلى الصيد تما سيدي مبرعين مع راسكم في القنية تما وها كان دابا ما خلاولناش الغابة اودي دابا دابا حتى الجفاف ربما لا ماشي الجفاف ولا تقطعت الغابة المخزن ضعينا ضعنا على الغابة يزبروا الغابة يصوبوا الكيف أنا براسي اللي كان أدر معك ودوست الحبس الناس صوبوا الكيف وأنا دوست عليه الحبس يعني إذن مشاهدين الكرام هذه يعني مسألة أخرى ليست من اختصاصنا إذن نعم الكنيسة عندنا في الغابة واحد المصيبة اللي ما حدها ولا أدى كنا المخزن البلاد الغابة قالنا غادي تشنيولي عليها ونديرو فيها مشروع الغاص التفاح وواحد الجبل الجنة فيه بحال دابا شتا ولا بحال دابا الطريق عنده الطريق دير الاوطيل كاع الاوطيلات تما كاع مع العلو مع العلو شي ما بارد واحد القرقاع مع داك الويدان فيه عندنا وكاين دابا الماء مزيان فيه الماء فيه عيون قلتي لي القرقاع يعني تما نايت شجر القرقاع يا القرقاع تما كيجي غير الحلو كاع وسلمناها احنا سلمناها المخزن وهي مقسومة عندنا كل واحد كم ديالو غرسات المغارات المخزن تايدا شوف شحال من قطار غرس فيه شي 13 قطار شنو غرس فيها؟ تايدا شنو هي تايدا؟ تايدا الكاليتوس الكاليتوس الشجر يعني داك الشجر الكاليتوس ومشاو ذاك الناس خدموا مع المخزن بالفلوس وداروا لهم تايدا بالغابة يجيبوا بابا كيخلط عليهم كيشد منهم ويسجل عليهم دابا والو داو لنا البلاد المخزن كاع ما داها فيهم كان ماشي مشكل ما عندك اللي مشكي الا الله تعالى سبحانه وتعالى إذن هذه قضية أخرى ولكن القضية التي كنا نركز عليها هي قضية المقبرة الاكتشاف الذي اكتشفه السي حمد الروبي وهذاك الجبل فيه ديور عود فيه ديور في ذاك الجبل ذاك الجبل فيه ديور فيه كيقولوا لنا هناك الجماعة هناك هذه يعني تاريخ قديم تاريخ قديم وكان فيه السوق كيقولوا كان السوق في ذيك الجبل في ذيك البلاصة ما بقاش كيقولوا السوق محيو أغبار باب رئاع كان ديور من الطولي كاين ديور صف الأصبع كاين ديور يعني ما جاب حد عليهم شي تاريخ بقى شي تاريخ نقولوا لي المان ولا شحال من سنه ولا بغيت نسقسيك فاش كنتو كتحفروا ما لقيتو كتبه ما لقيتو هذه لا ما حكى لكم شي حد بانه كان شي وحدين عندهم الكتبه عندهم لا 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 جاك البشر كاع هذاك الكتبه انا كنقول لك الا بقاو عند شي حد
بحال دابا حنا كنقولوا واحد الفرقه عندنا كانوا يقولوا لا ولاد حمد نتركوا او شكون اب الورثه يعني نذكر ما بقاش نذكر يا تما قالوا كانت عند تماسو باللوبه من جات اللوبه حبات المحمل كل شيء بازمره قال لك شي مطموره اللي كيموت كيجمعوا له التاريخه ويديروها فيها اكتوبة حديد شناح ماتريال يديروه في ذاك المطمورة وين ذاك المطمورة ما عندناش إلى الدليل كعن جدي كعن جدي الأخر ديالا جدي مات خلى أبا وعمي صغارين جا واحد عمي داو ذاك الكتوبة داو كل شيء وفين داوهم تقريبا؟ داوهم في الرقوهم وأخلا ما عرفتش دابا فين مشاو لا ما عرفنا دابا شي وحيد نأكدوا عليه والو عندو ذاك الكتوبة ما بغاوش يوريوهم يعني كفيهم يعني جدي كان ثقافي كبير وذاك الكتوبة داوهم وهو وصلهم قال لهم واحد الكتاب من جاي يموت قال لهم هذا خليوه لولادي مخزون هي فيه ذاك كتاب الجلد مكتوب في الجلد وباقي الان لا عباوه منو سبقوا منو داوه هو الاول داوه واش داوه هما ولا شي وحدين اخرين؟ لا ما عرفناش شكون كامل العائله شكون اللي دا الان صحابه منين مات هو والدراري صغارين باه وعمي باه صغارين يعني داروا ذاك الشيء داروا ذاك الكتوبه وحال بانت ذاك التقييده ذاك المطموره عند شي حد وليني ما تكرش جا ضرب عليها مره هو غيزها قالها وهدرت معها انا شي نهار قلت له ودي غير جيب لنا هذاك الاخر نشوفوا ذاك قال لي لا لا سيدي ما عنديش قطع عليكم جالي ما عنديش ما كايناش قلت له ما عندكش قال لي قلت له نجبر دي الجبله ديالي نزول لك رجلك على كل حال ولو كان نجبر الارض من بوشه ما فيش نعم لا ذاك الناس دازت بالعائم دازت في ديك الدول خاص ولاد فتح خاص ولاد فتح هي ما عندهاش التاريخ شكون اللي عاش فيها الاول اللي عاش فيها الاول ما عرفناش منين واش اليهود واش المسلمين واش وبلاش كان تما دازو الله الصحابه تما عندنا متونين الله اعلم اذا هذا تصور وهذا يعني ربما طرح قابل للنقاش يعني فيما ورد على لسان الاخ سي احمد الرقي مشكورا إذن ما بقى لي مشاهدنا الكرام إلا طرح تساؤل آخر يعني السي الرقي شنو بغيتي أنت من هذه القضية يعني واش من جهات مسؤولة أنها تحرك تجي تشوف شنو كاين في هاد الآثار شنو يعني شنو هو التساؤل ديالك للطرح الآن التساؤل ديالي أنا غير إلا لقينا شي صحفيين شي ناس يعرفوا شنو في ذيك اللي عندهم مهمه في التاريخ يجيو يكتشفوا التراب ديك الارض ولا العظمه ديال ذوك الناس شكون هاد الناس هاد الناس يصحاب صحاب الاخر شمن تاريخ وفين كانوا وشنا كان عندهم وشنا كانوا نعم دابا تبارك الله الحمد لله العلم العلم موجود عنده بزاف من العالم كاع الحمد لله اللهم لك الحمد إذن حاجة أخرى المغرب راه ولا رقم واحد في العالم اللهم لك الحمد الحمد لله خصنا غير حنا نخدموا على رؤوسنا ما بقيناش نخدموا وتكون الشجاعة بحال هكا الناس اللي يوريو المآثير حتى وكاين الناس اللي عندهم مآثير تاريخية وخليناها في ديورهم ما كنستفدش فيها ما كاينش داك الشيء إذن على قولة الله أكبر الله أكبر إذن علاش بغينا بداك الشيء شنو داير داك الشيء يعني بلاد خصك خصها المهمة الديكلاراسيون بهادي وبهادي واحد الحاجة تشوفها غريبة تشوفها قديمة ما عندك تاريخ ديالها تشوف نديرو لها التاريخ حنا البلاد صافي اللي كيوصل شوية كيوصل ويهوى بالرحيل إذا بالنسبة لك سي أحمد الرقي واش خليتي شي وليدات قاريين لا الدراري ما بغاو يقراو ولدي الدراري عندي تبارك الله تبارك الله الله يخليك عندي سبعة ديال الذكورة وخمسه ديال البنات الحمد لله تبارك الله الله يخليهم لك الله يخليهم الله يرضى عليهم اللي بغى يخدم يخدم واللي بغى الاخر اريناها بدينا حكي لنا بالنسبه للوقت ديالكم وهذا الوقت دي يعني باش هذا التاد الجيل يعرف بانكم دزتوا في واحد اللي بديتي وهذا التاريخ هذا الحمد لله انا كنقول لك عيشنا بلا سراول
وكنمشيو بالحفا هي هادشي تاع كنمشيو بالحفا تلج بالحفا الشتا بالحفا هاد الوقت ديالنا الوقت هذا ديالنا راه جنة على وجه الارض الحمد لله وما بقينا غير حنا ما بقيناش نحشمو نعم ما بقياش الانسان كيخاف خصوصا هنا في بلاد الحق والقانون راه الخيرات ديالها في الساعه ليبر نعم. والحريه اخدم اودي واكلين شاربين الخير ديال سيدي ربي موجود ويحيى الملك صغير اللي يخدم الله ولا يستحي من الحق نعم. يعني هذا الملك هذا ما كاينش كاع في العالم لا نعم. في العالم العجم ولا في العالم العربي نعم راه الله ينصرو عطينا واحد ليبر واحد الحريه ومعاوننا ويعني بحال داك كلش الحرام هما اللي كاين يعني مسؤولين المسكين صحيح بحال الحقيقه إذن المقول حنا نضربوا انا كفرنسا انا كنستعرفوا بالقانون ديالها فرنسا كنا كنمشيو نشدوا البوق ونخلصوا ونخدموا ونقابلها لها بالدواء والماكله والقانون طبقه كنا نمشيو حدك القياده من القياده ما تخرجش ليه نعم محدوده البلاد كان مصوبين نفس لا حدك القياده ديالك ما تخرجش صافي ونهودوا الباس وطلع اربعه بخمسات والله تاكل تعيب الحبس يمشي يشري عبر الزرع والله حتى الديكلار يمشي للحبس عليها اجي شد حقك مع خوتك بالسكر ديالها بالزيت بالقاد بالصابون اذن المشاهد الكرام هذا يعني واقع مرير خصو يعني حلقات وحلقات ولكن ولكن باش ما نساوش بالحقيقه الثناء والشكر الجزيل يعني الشخصية اللي كتمثل المرأة بمدينة مكناس التي كان لها الفضل في التعرف على الأخ والزميل السيد أحمد الرقي كي ما نوصلش هذا الشيء نعود التسجيل إن شاء الله إذن مشاهدنا الكرام نحن سعداء كثيرا ولكن لا ننسى الثناء والشكر الجزيل لمرأة يعني مخلصة لوطنها ولمجتمعها كان لها الفضل بالتنسيق حتى عشنا هذه اللحظات الشيقة التاريخية مع السي أحمد الرقي الذي جاءنا من بعيد من العمل المشيخة طفرة وتبني والجماعة بني وينجن من يعني العمل 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 ديال التونات الجماعة السنين بني وينجن من وزان المشيخة الجماعة ابني وينجن بالجماعة بالقيادة ابني وينجن مرنسا ما بقيناش دابا مرنسا ولات فاشوية يعني ولات فاشوية فاشوية بلا كبيرة مرنسا عطاهم القيادة تمضي صافي ولات ما بقاوش بلاج ولا مدينة ولا فاشوية الحمد لله ولا دابا في هذا العهد هذا اللي بلاج ولا فاشوية ما بقاش بلاج قيادة ما بقاش قيادة يعني جا قيادة عندنا كل شيء مرنسا كنحكم من فناسة حتى البرابر إذن بدوركم نحيي أهل مرنسا وأهل يعني جل المدن المغربية وتحية تحية تقدير وإجلال لهذه السيدة العظيمة التي نادت علينا ونحن كذلك لبينا الدعاء وكذلك سي أحمد الرقي مشكورا لا يعني قام بالواجب وحمل رسالته ونحن بدورنا نحملها للجهات المسؤولة والمختصة للنظر في القيد في القضية ونتمنى أن نكون معكم حاضرين في ريبورتاج آخر بعين المكان إلى ذلك الحين أشكركم مشاهدين الكرام وأشكر كل من وضع ثقته في جريدة في رحاب الجامعة الجريدة المستقلة التي لا تنتمي لأي جهة ما ولكن الاسم اخترناه لأنها جامعة وشاملة تهتم بالمجال الثقافي والفكري والتراثي كنا معكم من مقر جريدة في رحاب الجامعة بمدينة مكناس كان معكم الناطق الرسمي لجريدة في رحاب الجامعة أضرب لكم موعد آخر بحول الله في أمان الله شكرا سيدي أحمد الله يعاونك تبارك الله عليك